كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بنفتتح الجلسة الثانية لليوم الثاني في المؤتمر الناجح بإذن الله، المؤتمر الموفق، مؤتمر الأخ الفاضل الدكتور أسامة والأستاذ الدكتورة سونيا الشلاوي، وسعداء إن احنا نشارك في هذا العمل الناجح الجميل والموفق بإذن الله، اللي ربنا يتقبل ويجعله يعني في سجل حسناتهم، ويكون يا رب كل عام من نجاح لنجاح بإذن الله. بيسعدني في ده يعني، واحنا كرب اطباء اطفال دمياط يعني بنعتبره مؤتمرنا، واحنا معاهم على طول وهم معانا، لان يعني يعني يعتبر اسره واحده يعني من سنوات طويله يعني. يسعدني في بدايه الجلسه الثانيه ان اقدم الاخت الفاضله الاستاذه الدكتوره مروه الديب، استاذ الجاستروانتولوجي عين شمس، وهي يعني غنيه عن التعريف. ان شاء الله اتكلمنا النهارده عن جيرد تشالنجز ان دياجنوز اند مانجمنت، وكالعاده هتكون ان شاء الله محاضره يعني ممتعه ان شاء الله مفيده. اتفضلي. شكرا جدا لحضرتك دكتور عثمان، شكرا للدكتور اسامه والتشيرز والاودينس. هو انا كنت هتكلم على ريفلكس، كنت هتكلم، وبعدين علشان في اوفرلاب وعايزه ادي مساحه لطارق يتكلم هو براحته على ريفلكس، فانا هتكلم على حاجه اوسع شويه من ريفلكس. How to deal with the case of vomiting in pediatrics. This is very common. انت في عيادتك او في ال ER او في اي مكان and then you look دكتورة سونيا زي حضرتك. You're called to see an 8 years old girl جاية vomiting بقالها يومين بترجع. This is very common صح؟ وانا متصورة ان لو انا قاعد في العيادة مش في ال ER وبعدين I see this presentation there is a lot going in your mind because vomiting is very common. It's not classic a GI problem. يعني أول حاجة بتيجي في بالنا إن في حاجة في الجي آي، لكن هي ممكن تبقى حاجات كتير جدا برا الجي آي. So it's a common symptom, very non-specific. زي أغلب الجي آي presentations, very non-specific, very vague. أيوة يعني بترجع، ففي إيه كمان مع الترجيع؟ يعني you cannot just put one diagnosis في دماغك أول ما تسمع someone with vomiting. You have a very long list of differential diagnoses. وعندك كل حاجة. It might be self-limiting اللي هو the common and it might be severe life-threatening and you need to spot this. يعني لما بشوف حالة vomiting أول سؤال بيجي في دماغي what is this that I don't want to miss. يعني إيه اللي أنا المفروض ما توهش عنه، مش إيه هي هتبقى إيه، لا يعني إيه اللي أنا المفروض ما انساهوش. ال vomiting center موجود في ال fourth ventricle في ال base of the medulla base of fourth ventricle، وهو ده التريجر بتاع ال emesis reflex. مش وقت يعني أقول ال emesis reflex، بس احنا بنتخيل ان the main input لل vomiting center من ال GI. It's not. It's only one pathway اللي هو the mechanical أو chemo receptor pathway من جوه ال GI. ان ال GI يحصل لها distension فيحصل stimulation لل mechanical receptor ب vagal afferents including بقى many different receptors ال 5-HT3 or 4 dopaminergic receptors، حاجات كتير قوي، وزيها الكيمو ريسبتور تريجرز ودايركت تريجرز بالفيجل افرنت الفوميتنج سنتر. This is one pathway من الجي اي. في pathway تاني blood borne toxins direct stimulation للكيمو ريسبتور تريجر زون اللي هي برضو موجوده في البيس اوف ذا فورث فنتريكل، وريسبتورز مختلفه شويه. يعني هنا دي 2 is the peripheral receptor، هنا the central receptors is a little bit different. And then there is another input vestibular من motion، يعني اللي بيحصل لهم motion sickness مع العربيات أو كده وبيرجعوا. So this is a very different pathway away from the GI. And then there is a higher cortical center اللي بشوف منظر وحش، اللي بشم ريحة مش كويسة فيحصل لي trigger فرجع. This is a higher cortical center. Mediators اللي فيه بعيدة خالص عن ال GI وبعيدة خالص عن التوكسينز. It's a corticotropin releasing factor. وعشان كده العينين دول بيتحسنوا ساعات لما بياخدوا steroids. مش بس كده، ده هو كل الباثويز بقى كمان داخله في بعضها. يعني الميكانيكال كان اولسو ستيميليت ذا كيمو ريسبتور تريجر زون، ذا فيستيبولار كان ستيميليت الكيمو ريسبتور تريجر زون. فايتس ا ليتل بيت كومبليكيتد اند ذا جي اي از اونلي وان اوف ذم، فما ينفعش يبقى الفوكس بتاعي بس جوه الجي اي. سو ذا موست امبورتنت ستيب وين يو اسس ان انفنت اور ا تشايلد وذ فوميتنج از تو لوك فور ذا ريد فلاجز. يعني ايه؟ يعني ايه اللي انا المفروض ما انساش اسال عليه او ما انساش اكشف عليه؟ علشان this is the most serious. The common غالبا you will not miss، بس probably you will miss the serious and the life threatening cases.
طب what are the symptoms and signs of concerns when you see a child with vomiting؟ في حاجات non-specific. إن ال vomiting يبقى prolonged. وال prolonged على فكرة ليه definition. في newborn لو بقاله أكتر من 12 ساعة، في الأطفال اللي تحت سنتين أكتر من 24 ساعة، في اللي أكتر من سنتين زي البنت اللي وريتها لحضراتكم في الأول 8 سنين بقالها 48 ساعة بترجع. This is a prolonged vomiting. Prolonged vomiting غالبا بيودي تفكيري أكتر ناحية systemic infections، أو بيقلقني from the need of fluid resuscitation، إن الولد ممكن أو الطفل يعني ممكن يبقى داخل في fluid electrolyte disturbance. لو الvomiting معاه lethargy أو أي درجة من درجات disturbed conscious level، أو زي ما دكتور معتز كان بيحكي لي significant weight loss. If there is significant weight loss، يعني بالذات لو أنا عندي pre and post vomiting weight measures، this is a red flag، ما ينفعش أبدا تعدي. ليه؟ كل دي reflection لmetabolic أو systemic disease. أنا زودت حتة تحت because it's history، it's not a symptom or sign. If you have a family history of a GI problem، if you have a family history of similar condition، if you have a family history of consanguinity، في طفل بيرجع بقاله فترة طويلة مش يوم يعني ولا أقل من 12 ساعة، this should always be a red flag. Symptoms and signs suggestive of either GI obstruction or GI disease. يعني إيه Billy's vomiting؟ في حد من pediatric surgeons المعروفين مش فاكرة اسمه دلوقتي كان بيقول if the vomitus is green it's surgical, if the vomiting is associated with abdominal distension it's surgical, if the vomiting is associated with severe hemodynamic instability it's probably surgical. كل ده احنا عارفينه، يعني اخضر ده احنا متاكدين انه سيرجيكال. اوكي، احنا كلنا بناخدش بالنا من الابدومينال ديستنشن. اتس فيري انيوجوال، انا كل في حته اقول الحته دي، اتس فيري انيوجوال لطفل بيرجع ان بطنه تبقى ديستندد. فيري انيوجوال لو طفل بيرجع وبطنه ديستندد، ذس از ان الارم ساين، يا اما حاجه سيرجيكال يا اما الرجي لو سنه صغير شويه. كان زمان برضو يعني الحق ينسب الفضل ينسب لاهله، كان زمان دكتور مصطفى كان زمان دايما يقول لي المعلومه دي، وانا كنت بقى بس هو ليه بيقول كده؟ وبعدين نروح نعمل الباريوم نلاقي الواد مال روتيشن، نلاقي الواد عنده ستريكتشر. ف وانا جاست فوكس بقى في النقطه دي، اي ولد بيرجع وبطنه ديستندد اتس نوت يوجوال، في حاجه اندرلاينج اي ام ميسنج ام نوت سيينج. بروجكتايل فوميتنج، كان حضرتك دكتور كنت بتتكلم على البروجكتايل فوميتنج، وان البروجكتايل فوميتنج ممكن فعلا يبقى مانيفيستاشن اوف سيريس كونديشن. دايما بروجكتايل فوميتنج لما كنا بنسمعها كنقول اه ده اكيد سنترال، يعني حاجة brain tumor مثلا، بس ما ننساش انه ممكن يبقى GI disease او GI obstruction. ليه؟ لان projectile vomiting معناها الاساسي ده، مش عارفة هتنور ولا لا، معناها الاساسي ان the lower esophageal sphincter is intact. يعني غير الريجرج اللي دكتور طارق هيكلمنا بعد شوية عليه، الريجرج عيان بيرجع effortless لان lower esophageal sphincter مريحة خالص ما فيهاش tone. لكن لما اكون برجع بعنف projectile with effort، ده أول indication إن my lower esophageal sphincter is intact، مش عايز أرجع. ف this is one indication، وده بيحصل في الشيبس، بيحصل في أي mechanical obstruction، وبيحصل في CVS اللي هو cyclic vomiting syndrome. أي GIT bleeding، hematemesis، melena، bleeding per rectum، حتى لو شعرة صغيرة is a red flag، ما ينفعش أبدا، ما ينفعش. حتى لو أنا متصور إنه Mallory Weiss tear، يعني طفل بيرجع بقاله كتير فعشان كده عنده tear longitudinal في lower end of the esophagus، يعني ما ينفعش أبقى very confident كده. طب يعني أخده من إيده وأعمله منظار؟ لا. طب can you just keep a close eye، لأنه ممكن يبقى حاجة تانية مش لازم يبقى Mallory Weiss. Marked abdominal distension، ده اللي كنت لسه بقول لحضراتكم، أو peritoneal rigidity أو peritoneal inflammation، يعني rigidity أو rebound. This is again a manifestation surgical systemic metabolic أو لو في organomegaly. طب neurologic، وهي دي المأساة والoverlap، كم الأولاد اللي كانوا presenting with vomiting وتشخصوا إن هم حاجة GI، gastritis، reflux، functional dyspepsia. We overlooked خالص manifestations بتاعت neurological affection. headache بالذات لو early morning headache أنا عارفة أنه ممكن يبقى sinusitis، لكن قبل ما نبقى متأكدين قوي 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 كده، بالذات لو في manifestations تانية، headache ده كان جديد على الطفل أو الولد عنده weight loss أو عنده disturbed conscious level أو whatever you have، أو طبعا في الآخر خالص focal neurological sign you have to think of CNS. وعلى فكرة العيانين دول لو طلبنا لهم مناظير بدري it misleads you more، يعني بتخليك تتوه اكتر، لان المنظار لما بيتعمل يعني انا بحكي القصه دي وانا بفتكر كل الستوريز بتاعت العيانين اللي كانوا ريفيرد عشان يتعمل لهم مناظير، فيطلع عنده جاسترايتس او يطلع عنده اتش بايلوري حتى في البيوبسي، واحنا نقول خلاص هو ده السبب،
ونعالج والطفل ما بيتحسنش. طب why didn't you rethink your diagnosis؟ دي حتة هقولها في الآخر. We always should rethink the diagnosis. يعني لو أنا التشخيص اللي اديته للعيان في الأول مش عاجبني، مش مريحني ال progress بتاعه، I have to stop and rethink the diagnosis once more. لو في history of trauma، حتى لو العيان مش معترف بيها من الأول، you have to think of of trauma، يعني surgical cause as a cause of vomiting and endocrinal، سواء كان جاي العيان دي كي disturbed conscious level و vomiting من gastritis أو hypotension disproportionate لل vomiting في adrenal crisis، polyuria في عيانين renal أو ال RTAs اللي presenting with vomiting. وأنا عندي عقدة شخصية أنا معترفة بيها إن أي عيان vomiting بالذات لو سنه صغير وعنده failure to thrive أو failure to gain weight، I have to report and assess and measure وابقى متأكدة اليورين أوتبوت شكله عامل ازاي. كمية عيانين الـ RTA اللي متشخصين reflux بمليون allergy ومش متحسنين على التريتمنت مذهلة if we just focused فيها. يعني لو احنا بس افتكرنا نتأكد قد ايه العيان اليورين أوتبوت، ولو الأم مش متأكدة وانا متأكد ان الجيرد ما يفسترش وعملت assessment of the urine output، حضراتكم هتفاجئوا بكمية عيانين الـ RTA اللي were missed reflux. طيب this is يعني algorithm بحسه ايه ينفع كده في الـ very rapid assessment. يعني احنا عندنا three types of vomiting: the bloody vomiting اللي هو الـ upper GI bleed، سواء كان انا هتكلم هنا على الهيماتيمسيز او مش هتكلم، انا قصدي هنا هيماتيمسيز، البيليوس الاخضر اللي غالبا obstruction غالبا لان الفوميتنج ممكن ما يبقاش اخضر بس برضو يبقى سيرجيكال، والفوميتنج الاشهر اللي هو النون بلادي اور نون بيليس. اهم ديفرينشيشن از باي ايج، في السن الصغير في النيو نيتس اند انفنتس اول سؤال لازم اساله لنفسي ولازم اطمن انه مفيش مانيفيستاشن سجستيف اوف ات، هل الولد عنده مانيفيستاشنز اوف انفكشن سبسيس او مننجايتس؟ لان لو ده موجود وي هاف تو تريت، خلاص خلص. طب مفيش الحمد لله، طب هل هو ينفع يبقى اوبستراكشن؟ يعني هل عنده abdominal distension بالexamination؟ هل الأم بتقول إن في مرات رجع ترجيع أخضر أو هي بتقول عليه أصفر غامق وإحنا مش عارفين؟ لو في picture of obstruction this is surgical. طيب لو ما فيش picture of obstruction يبقى you have to think about the most common causes: reflux أو حتى reflux disease, inborn error لو في family history أو لو في organomegaly, أو endocrinal causes if you want to look for adrenal أساسا. Okay, so this is one pathway. بس هقول حاجة هنا في الريفلكس في الانفنت ريجيرجيتيشن، بتقالي طارق أكيد هيقولها، إن ما ينفعش أبداً يبقى تشخيص الانفنت ريجيرجيتيشن طفل بيرجع من أول يوم اتولد فيه. حتى الديفينيشن بتاع الانفنت ريجيرجيتيشن بيوصف طفل بيرجع من عمر 3 أسابيع مش من أول يوم اتولد فيه. أول يوم اتولد فيه لحد عمر 3 أسابيع ده المارجن اللي الروم كريتيريا مدينه لنا للكونجنتال انوميليز. يعني لو طفل بيرجع من داي 1 اوف هيز لايف قبل ما تقول عليه infant regurgitation although is very common you have to rule out ان الولد ده مش surgical. اوكي طب لو السن أكبر شوية، يعني if we're talking about a child or adolescence، أول حاجة again is the central manifestation lethargy أو disturbed conscious level. لو موجودين think of CNS metabolic أو endocrinal زي DKA مثلا. لو ما فيش طب في diarrhea و fever، because لو الvomiting مع diarrhea و fever probably is infection gastroenteritis سواء primary pathogen جوه ال stomach أو جوه GI أو حتى systemic infection. There is no gastroenteritis without diarrhea. No gastroenteritis يعني it is cardinal في definition إن لازم يكون في diarrhea. طب لو ما فيش دايريا ولا فيفر ولا في disturbed conscious level يبقى again you have a very big category of causes على رأسها functional causes زي cyclic vomiting زي functional dyspepsia الولد اللي بطنه بتوجعه بيرجع peptic ulcer disease or pancreatitis. ده table أنا هستخدمه بعد شوية، يعني مش لازم أبدا نبص عليه دلوقتي، بس it's the common cause of vomiting in the pediatric age neonate, infancy, childhood, and adolescence. ولو حضراتكم بصيتوا these are the most common because common is always common. Gastroenteritis في كل الage groups ما عدا طبعا في neonate تنزل تحت شوية. في neonate في السن الصغير بعد عمر 3 أسابيع you have to think of infant regurgitation أو حتى cow milk allergy although إنها بتيجي أكتر ب diarrhea or bloody stool أكتر من reflux في السن الصغير. So these are the most common causes. في neonate you have always to think of obstruction سواء كان chips, necrotizing enterocolitis, mad rotation, whatever you have to think of surgical causes.
أنا هقول this is the take-home message إن do not be blinded by one diagnosis في vomiting. It is not always GI. في حاجات very common زي acute gastroenteritis, regurgitation, reflux, allergy أو حتى systemic infections زي upper respiratory infections بالذات. بس في حاجات most serious the surgical, the central, the renal or endocrinal causes وserious لأنها it requires a different action. You have to take a different action. طيب هل أستعمل diagnostic test in vomiting؟ أكيد هستخدم بس we have to be very smart, we have to be very selective and we have to be very targeted لأن لو سبت لنفسي الليست هلاقيني بطلب كل حاجة في الدنيا لأي حد معدي جنبي vomiting. So you have to be very selective and targeted. في vomiting we always underestimate the value of x-ray, ultrasound, barium. ما فيش حد بيعمل كده. تلاقي الناس بتعمل سي تي, تلاقي الناس بعتها للمناظير قبل ما تعمل الحاجات دي. We underestimate the value of imaging بالذات الباريوم, مش عارفة ليه. You should always think outside of the box. يعني إيه؟ يعني لما تبقى قلقان من renal causes, investigate. إن شاء الله baseline renal profile. CNS, investigate or refer to someone with more expertise in this area. أنا أحط دي في الآخر. Endoscopy comes last. والله comes last. مش علشان حاجة. The upper endoscopy, يعني it's an easy procedure. بالذات لو هعمل diagnostic, it's a very easy procedure available في أماكن كتير. أكيد procedure not without risks, بس it's an easy one. بس أنا خوفي في إيه؟ خوفي إن أنا أعمل الأبر فيقول لي العيان عنده gastritis فأنا أقفل القصة هنا. حاجة بقول عليها premature closure. يعني you close the story here وتنسى العيان بقى. ما هو مش ده اللي عملت له منظار وكان عنده gastritis. أيوة بس it's not the cause. You have to look for something else. فخطورة ان انا اي عيان جاي لي بفوميتنج بقاله حبة او recurrent اجمب فور اندوسكوبي من غير ما اعمل يعني من غير ما الستوري تبقى relevant في بعضها انها it gives you a premature closure وممكن تنسى حاجة تانية more serious في العيان. CBC, electrolytes, ABG, renal, liver functions, pancreatic لو العيان عنده picture يعني of pancreatitis, urine, ketones او non-reducing sugar. طيب الكيس بقى انا مش حاطه كيسز الكومن عشان غالبا طارق اللي هيقول الحاجات الكومن. هقول الحاجات وهعلم على الاشياء اللي تخلينا نقول this is not the common thing that you should have think of thought of. I mean a 10 months old girl with history of vomiting since birth. اهي دي اول حاجه لازم يتعلم عليها بالاحمر. She's breastfed ولان الترجيع مستمر فادد AR formula which is very weird. Diagnosed as gastroesophageal reflux disease واخدت proton pump inhibitors ما تحسنتش which is again weird. Weird لو انا صح. فقلنا طب ما يمكن تبقى allergy فعملنا elimination للكاوز ميلك ما تحسنتش. لسه كل ده انا ما فكرتش في حاجة تانية. طب هي كمان allergic لأجز فعملنا elimination للأجز ما تحسنتش فعملنا elimination للقمح. صح كل ده بيحصل والعيان مش متحسن. And you don't want to re-challenge your diagnosis. ما ممكن تبقى حاجة تانية يعني عادي. Okay, what information should you ask for? You should always analyze the vomiting and look for the red flags. This is the most important thing. أنا هقول لحضراتكم الستيتمنت الأخرانية. The vomiting gradual onset progressive course since birth. اللي منور بالأحمر is the red flag. It was never bilious or bloody. The mother can't recall إيه اللي بيزوده ولا إيه اللي بيقلله. Not associated with diarrhea, pain or colics. But she reported distension. Again, red flag. Normal urination عشان خطري. On several times she had to go to ER for IV fluids. Red flag. It tells you that the vomiting is severe. The girl is growing slowly. Red flag. But developing normally. No significant positive effect events of relevance في perinatal أو في past أو في family history. كأني بقول لك يعني ما تفكرش قوي في metabolic causes. طب what parts of the physical examination should you focus on? Growth assessment, signs of dehydration, abdominal examination. ده يعني ال very quick assessment اللي ممكن تعمله. She's active with stable vital signs, no signs of dehydration, normal non-focal neurological examination, free chest and heart, distended abdomen but no organomegaly. The visualized stool in the diaper are small and hard. يعني كأن البنت مع ال vomiting عندها constipation. ده growth assessment بتاعتها. وزنها تحت ال 5th, طولها ما بين ال 10th و 25th. ال occipital frontal is normal. طيب بصوا حضراتكم if you think broadly she's 10 months old يبقى احنا في التابل اللي هناك ده بتاع الانفنسي. الكومن انها تكون reflux disease بقى I suppose او gastroenteritis او allergy. احنا هنا في البتاع اللي هناك ده صح. These are the common things.
خلاص اخذت تريتمنت مش متحسنه مفيش دايريه عشان اقول عليها جاسترونترايتس، وحتى لو انا كنت عايزه اشك في الالرجي فهي عامله اليمينيشن لكل حاجه في الدنيا وبرده مش متحسنه. سو اتس تايم تو ري ثينك ذا دايجنوستس. يعني مش هنفضل طول عمرنا في الحته دي. ده على فكره التيبل طويل، ده انا قطعاه هنا بس ده التيبل اطول من كده كمان. And if you follow the algorithm, this is a non-bloody, non-bilious vomiting in an infant. There is no manifestation suggestive of infection. No manifestation suggestive of obstruction. صح؟ لو أنا هنسى قوي distension. بس هي مش متحسنة على التريتمنت بتاع الريفلوكس ولا الالرجي. Rethink, please, the surgical causes. Even if the vomitus is not bilious, yes. Even if the vomiting is not bilious. مش الشيبس ده surgical؟ ما بيبقاش bilious على فكرة. صح؟ Okay, بصوا المفاجأة. هوريكم المفاجأة وبعدين نبقى نعمل ده. المفاجأة اهي. Upper GI barium علشان دي بنت مش متحسنة على التريتمنت والفوميتنج بتاعها وصلت لعشر شهور والفوميتنج لسه موجود ومعاه growth retardation ومعاه constipation. الباريوم ده على فكرة في gastric valvulus كأن الاستومك مقلوبة الgreater curvature فوق، فكأنه عامل picture of outlet obstruction. الدياجنوسيس ما حدش بيفكر فيه على فكره. واحنا لما طلبنا الباريوم يعني مش هضحك عليكم فاجئت زيكم بالظبط، كنتش فاكره انه هيبقى فولفيولس، قلت يمكن تطلع مال روتيشن عشان وي سي مال روتيشن ان اول ديفرنت وايز. فولفيولس اتس ا فيري سترينج دياجنوسيس، فيري انيوجوال دياجنوسيس، عمرنا ما كنا هنعرفه غير لو العيانه عملت باريوم. على فكره العيانه دي عملت منظار والمنظار ما قالش فولفيولس، المنظار كان غلس كده شويه. وعلى فكره يسرى اللي عملتها دكتور محمد يعني حد من الناس الكويسين، وقالت لي انا مش عارفه اطلع من البايلوريس. ايوه عشان الاستومك لف على بعضها فهي مش عارفه تطلع من البايلوريس. وكان اور فيرست امبريشن ان البنت في 10 شهور عندها اوتلت ابستراكشن، ليه هتطلع مصيبه؟ وبعدين طب نرجع للبيسس، هو احنا المفروض نعمل ايه باريوم لما نفكر في السيرجيكال؟ فالباريوم قال فولفيولس، وفي السيرجري هو عدلها بس عدلها يعني عمل جاستروباكسي وعدلها وما عملناش اي حاجه للبايلوريس. And she is a very fine girl now. لسه كنا شايفينها قريب. فالالارم فيتشرز ذات ريكوايرز انفستيجيشن ان تشايلد وذ فوميتنج، كل دول البيليس البليدنج نفس اللي قلته لحضراتكم في الاول. البنت دي عندها consistently forceful vomiting, failure to thrive, abdominal distension. وهزود عليها that there was no response to standard therapy, PPI, أو حتى الإمباريك trials. So the learning point is upper GI imaging is the gold standard in diagnosis congenital anomalies or surgical malformations. يعني and if vomiting is not bilious, it can still be surgical. عادي خالص. يعني ما ينفعش تنسى لو الفوميتنج bilious تجيب الجراح بنفسك، لكن if vomiting is not bilious, it can still be surgical. Yes. نعم. اللي هي ايه؟ ايوه صح، ما انا عشان كده كنت حاطه. بصي حضرتك عشان كده انا كنت حاطه ده، ان هل هي حاجه من نيونيت وكبرانه مع ايوه still the same the most common is regurgitation reflux allergy gastroenteritis and then the surgical. فاه طبعا ايوه صح. ليه بقى ما عملولهاش؟ ما اعرفش ليه ما اعرفش. ايوه يعني كلام حضرتك فعلا صح، ليه ما تعملهاش من قبل 10 شهور تعمل لها اي حاجه من دول؟ I don't know. أيوة هي دي المسج. Thank you دكتورة هيل. ممكن طبعا دي من الحاجات اللي بتبقى very tricky، يعني ان لو الجراد بتزيد بس بتزيد قليل فخلاص بقى اوكي، فنقعد دايما نشك في الام انها بتديش الدواء او مش مانعة او غيره. طيب so that's the resolution. She's a 10 months old with vomiting, faltering growth. اتشخصت GERD وallergy, not responding to treatment. Upper GI shows gastric volvulus. She underwent gastropexy and discharged home. As simple as that. A different face, 7-year-old, intense vomiting for the past 2 hours. بترجع 10-15 مرة في اليوم. I feel very personal with this story. Mild abdominal pain, يعني بترجع جامد. Mild abdominal pain. لو pain is severe, pancreatitis أول حاجة. لكن pain is not severe. The mild abdominal pain. Headache, pallor, no fever or diarrhea, and this is her fourth attack in the past 2 months. بقى لها شهرين كل شوية رايحة جاية على المستشفى بالبيكتشر دي كده بالظبط ما بتتغيرش. تاخد محاليل وتروح تحسن تروح خلاص. Okay. What information should you ask for? Again, looking for the red flag. Vomiting is of sudden onset. يعني بنبقى نايمين كويسين صحيين بنرجع مفيش أي سبب نايمة زي الفل. Progressive course. It was never bilious or bloody. Sometime predisposed by fatigue أو lack of sleep أو fasting في رمضان. Not associated with diarrhea, pain or colics, but she reported headache and abdominal pain.
normal urination. On several times, she had to go to ER for IV fluids. كل اللي منور ده red flags. She's growing and developing normally. No significant positive events of relevance in her history. Again, these are the most important thing. Gross assessment, signs of dehydration, abdominal examination. She's stable. No signs of dehydration. لأن أنا شفتها خلاص بعد ما الإبسود الأولاني بتاع الساعتين اللي بنرجع راح. Normal non-focal neurological examination. Only mild epigastric tenderness. Oh, what should be? She is a child, صح? She's 7 years old. The most common is thinking of infections, سواء كانت gastroenteritis or upper respiratory tract infection. The most common infections, أيا كان GI or براها. أو بعد كده هيبقى functional dyspepsia أو reflux أو peptic ulcer disease. يعني حاجات كلها محتاجة مننا عشان أعرف أشخصها. يا إما أعمل مناظير يا إما أعمل investigations. هل حضراتكم تفتكروا إن البنت دي بقالها شهرين بترجع وبتروح الاستقبال عشان تعلق محاليل ما خدتش PPI؟ أخدت طبعا، أخدت كتير جدا. طب ما بتتحسنش ليه؟ Maybe we have to think of something else. Non-bloody, non-bilious child. هل في lethargy or disturbed conscious level؟ لا ما فيش. يعني أنا إلى حد ما excluding CNS والmetabolic والendocrinal causes. هل في diarrhea or fever؟ ما فيش. فهي غالبا ان شاء الله مش infections، يعني مش infections بتجيلها بقالها شهرين 4 مرات. فprobably we're left this part. The group of functional GIT disorders زي functional dyspepsia أو cyclic vomiting, peptic ulcer disease, pancreatitis. أنا هحطها في الآخر لأن pancreatitis ال hallmark الصادم في presentation is the abdominal pain not the vomiting. Okay. فلو بصينا على الجدول ده بطريقة مختلفة ولغينا ال most common، هفكر في cyclic vomiting لأن الوصف وصف cyclic vomiting. أنا أنام كويسة خالص واصحة برجع دايخه شويه وبعدين بعد كده فجاه ارجع ترجيع رهيب، ترجيع رهيب لدرجه ان البنت تحس انها هتقع من طولها. ترجيع رهيب يا جماعه، رهيب. And I talking from a very personal experience. يعني ترجيع I was diagnosed with cyclic vomiting على فكره كبيره يعني مش صغيره. I took the same treatment. وكنت في كل شويه كده اروح الاستقبال او ساعات اركب كانيولا لنفسي، ما انا عارفه انا محتاجه اخد محاليل. بعد ما ياخد محاليل اديني فرصه لاخر اليوم، تاني يوم هصحى كان ما فيش حاجه حصلت زي الرسمه دي بالظبط. اوكي. انتر ايبيسوديك اللي هو ما بين الابيسود والابيسود، اللي هي كل اسبوعين بتيجي الاستقبال، كويسه خالص. وبعدين فجاه حست ان انا مصدعه او دايخه شويه، وبعدين بدات بقى الفوميتنج الايماتيك فيز التي لا تتوقف، اللي لازم هنروح فيها الاي ار نعلق اي في فلوس، لازم هنروح فيها الاي ار. This is very classic في السايكليك فوميتنج. وبعد كده هتتحسن بالراحه في خلال ساعات او يمكن في خلال يومين مثلا بكتير، وترجع تاني مستنيه ذا كومينج ابيسود اللي هو ممكن يحصل من الفتيج، ممكن يحصل من lack of sleep، ممكن يحصل في اول يوم رمضان غالبا. يعني these are the triggers شبه المايجرين كده اللي بيجي للناس الكبيره. Okay, so that's the diagnostic criteria of cyclic vomiting, أو القيء الدوري. More than 2 times intense nausea vomiting lasting from hours to days لحد في الـ period of 6 months. Stereotypical. يعني إيه stereotypical؟ يعني هي كل مرة الأم أو الأهل بيوصفوا نفس اللي بيحصل بالظبط. هي كل مرة بيحصل كده يا دكتورة، كل مرة بتبقى نايمة كويسة بيحصل. ساعات الأم تقولك عشان عندها امتحان بكرة. قصد انا قلت لك ما تفضليش ماسكه التليفون وانت نايمه. ساعات لما الام تبتدي تحس ان الموضوع بقى زايد عن اللزوم، separated by weeks or months، في النص she is completely normal، وما فيش سبب تاني يخليك تفكر ان البنت يكون عندها مشكله اخرى. نعم. Why more in girls؟ عشان functional GI disorders in general عندها inheritance كده mitochondrial، فهي اكتر females. لكن it's not unusual في males، لكن انا مع حضرتك طبعا more common في females. عملت طبعا كل الحاجات دي، كان عندي عيانة عاملة amylase ولايباز كل ما تروح حتة، يعني كل ما تروح حتة بيتعمل لها amylase ولايباز عادي. طيب يا جماعة ليه ما عملناش upper GI او حتى باريوم؟ لازم نعمل باريوم. من الحاجات القليلة قوي الروم أو الفانكشنال جي آي ديسوردر كريتيريا، يعني بتقول قبل ما تقول وانت مطمن قوي سايكليك فوميتنج لازم تعمل باريوم تتأكد انه مش مال روتيشن، لأن المال روتيشن it can happen at any age، it can present at any age، ومش هنعرفه غير بالباريوم. This is the normal barium. النورمال باريوم فولو ثرو الدي 1 اهو 2 3، وبعدين الديودينوجينال جنكشن لازم تبقى على اللفت سايد اوف ذا ابدومن left side، وبعدين الإليم يرجع تاني في الرايت. This is normal. فعينين المال روتيشن، بصوا حضراتكم ايه اللي بيحصل. الديودينوجينال جنكشن واغلب الانتستين is on the right side. This is a very classic sign of mal rotation. العين ده بطنه distended على فكرة، اكيد بطنه distended بتاع المال روتيشن.
outline للمانجمنت زي المايجرين بالظبط. avoid the triggers يا حبيبتي، ما تسهريش بالليل، نامي كويس، ما ترهقيش نفسك يعني، معلش صومي بقى واستحملي. prophylactic TCA او tricyclic antidepressant او سيبروهيبتيدين، مش بنحبه قوي سيبروهيبتيدين مع ان هو الفيرست تشويس بس عشان بيتخن وبينيم. propranolol is perfect، perfect والله يعني الاندرال is perfect prophylactic management للcyclic vomiting. طب احنا دلوقتي بدأنا حالا بنرجع، انا حاسة ان انا اهو هرجع، ولو رجعت مفيش حاجة هتوقفني. this is the what happens in cyclic vomiting. في حاجة في الماركت اسمها intranasal somatriptans، زولمست وحاجات كده، يوخ بخة يتحسن، او اندنسترون على لسانه او حقنة او whatever. خلاص بقى رجعنا، يبقى هناخد السكة للآخر، لازم هناخد IV fluids ولازم هناخد PPIs عشان تهدي الaggressive state of vomiting. الريكوفري بتاع السايكليك فوميتنج، العيانين بتوع السايكليك فوميتنج بيوصفوه كأنه النور نور، يعني أنا بقالي ساعات برجع حاسس إن الحياة بتنهار، وبعدين وقفت ترجيع أكن الدنيا نورت. I'm very happy, nothing happened to me. And this is the learning point, always listen to your patient. لو كنا سمعنا الهيستوري كده، وإن الهيستوري بيتكرر بحذافير وكده كل مرة، he is telling you the diagnosis, he's telling you I'm cyclic vomiting, أو he's telling you I'm abdominal migraine. أنا متهيألي ممكن أقف هنا. حاضر، ما هو ده كده، لا هو انا حطها له تو سلايدز عشان بيبقى الزحمه، هو كده كامل. So that's the case resolution. 7 years with paroxysmal attacks of vomiting for the previous 2 months with return to baseline health. البنت دي cyclic vomiting متحسنه على البروبرانولول and lifestyle changes. انا هعدي دي عشان اوصل لاخر حاجه عايزه اقولها which is the key messages. Vomiting is a common symptom with a wide, broad differential diagnosis. Common is common, طبعاً, but do not miss the serious and the rare causes of vomiting. If no response to standard therapy, ودي أهم حاجة, rethink the patient's story. يعني هو العيان مش لازم هو اللي يلبس على القصة. يعني هو الدكتور لازم هو اللي يتحور لحد ما يلاقي إجابة لقصة العيان. Always rethink the diagnosis. It's never a one-size-fits-all diagnosis. Thank you very much. شكرا دكتورة مروة، very nice talk.